هل الاحتفالات دي بتتغير جغرافيا؟ يعني جنوب مصر وشمال مصر، هل في اختلاف في الاحتفال، في مظاهر الاحتفال؟ في قواسم مشتركة طبعا فيما يتعلق بالأكل، اه وإن كان برضو في بعض التغيرات. يعني مثلا في بعض البلدان بتقوم على عمل مثلا الكشك ايوه وتوزيعه على الجيران، اه بالذات الإخوة المسيحيين يعملوا كشك ويوزعوه، أو الفريك، اه لأنه برضو عيد شم النسيم متعلق بالقمح، اه والقمح ده حاجة مهمة جدا لأنه ده فصل الحصاد. وانت عارف حضرتك انه الجذر بيقول ان احنا كان عندنا 3 فصول قديمة جدا: فصل الفيضان وفصل الحصاد وفصل البذر. هذا الفصل اللي هو فصل الحصاد ده اللي المصريين بيحتفلوا فيه بمنجزهم الزراعي، احنا مجتمع زراعي مشغولين جدا بفكرة الأرض التي تلد. ولاحظ حضرتك أنه الأنثى حينما تلد ويتعمل لها سبوع بيبقى برضو فيه الـ7 حبات. أيوة. كذلك الأرض عندنا نوع من الزروع والنباتات المتعلقة بفكرة خصوبة الأرض، خصوبة الأرض اللي بتتعامل مع النيل بوصفه ذلك الذكر الفتي الذي يخصب الأرض فتنجب هذه المزروعات، وبالتالي منها بقى مأكولات كثيرة جدا. يعني هنلاقي الملانة اللي اختفت إلى حد ما اللي هي الحمص الأخضر، لكن ما زال النعناع موجود، ما زال البصل، ما زالت الأكلات بتاعتنا الترمس، كل هذه الأكلات اللي لها علاقة برضو بمضادات الفسيخ او اللي تعمل هذا التوازن مع الفسيخ. والكلام عن كتير جدا ناس بتتكلم من الاطباء وكده، يعني انه الفسيخ يعني والتسميم، انا بعتقد انه من ايام المصريين القدماء يعني لم يتم الاشاره الى انه الفسيخ ده يعني حاجه سيئه، وانما كان بيحتفل به بوصفه قريب من فكره حتى التحنيط عند المصري القديم، انه يستطيع تحنيط. بس ده ما يمنعش انه بيحصل حضرتك تسمم النهارده، بس ده ليه علاقه بفساد الزمن؟ 50 مليون ليه علاقه بفساد الزمن، ملوش علاقه بالمنتج نفسه. يعني اذا احسننا صناعه هذا الفسيخ او السردين ده، احنا عندنا تنويعات هائله جدا ورائعه. في طبعا في بعض الاماكن يحتفل بخصوصية المكان، يعني مثلا إذا رحنا حلايب وشلاتين الاحتفالات دايما بتبقى بمشروبات خاصة، مثلا زي مشروب يطلق عليه الجبنة اللي هو القهوة، ويتغنى لي يعني أغاني جميلة جدا على آلة اسمها الباسنكوب، وهي آلة زي آلة السمسمية كده، شبه آلة السمسمية، آلة وترية وهي مصرية قديمة أيضا، ويغنوا في النوبة كمان موجودة بس في النوبة يسموها الطنبور. في الحلايب وشلاتين وأبو رماد اسمها الباسنكوب، ويغنوا بقى: صب الجبنة يا بنية في ظل الضحاوية، فنجان جبنة بشماله يسوى الدنيا بماله. وده بيتم مع تحميص البن، طقس كده رائع جدا برضو مصري في كل مكان. الحقيقة هنلاقي عادات وتقاليد مثلا زي طلوع التوت مثلا، او الخروج للغيطان والتوت واقتطاف ثماره، او عمل عروسة القمح، عروسة القمح او جنين القمح حينما يشوى على النار ايضا، ده بعض المأكولات عند بعض الفلاحين. فاذا الفلاح المصري بيحتفل برصيده من الزراعة، بفرحته بفكرة الحصاد، وبيؤكد للعالم كله أنه يمتلك. هقول لحضرتك حاجة كانت رائعة جدا، كان بعض الفلاحين زمان يعني اختفت للأسف، كان يضع كومة من القمح، هذه نوع كنوع من المباركة للطيور ولمن يريد أن يحصل من هذا القمح كنوع من التبرك. في حاجة تانية بتؤكد برضو فكرة ارتباط مأكولاتنا زي الترمس مثلا بالنيل وبأعياد شم النسيم. عندنا شيخ شهير جدا اسمه سيدي اسماعيل امبابي، سيدي اسماعيل امبابي ده موجود على النيل في امبابة، ده احتفاله كان بيحتفل به في يوم 10 بقونة، وهو شهر قبطي يعني شهر مصري قديم. فليه بقى هذا التوقيت تحديدا؟ كان يسمى ليلة النقطة أو ليلة فيضان النهر اللي بتفيض فيه جامعة إيزيس، فيمتلئ النهر حزنا على أوزوريس، وفي هذا المكان يبل الترمس، عشان كده لما البياعين بتوع الترمس يقولوا الترمس لمبابي. فكل حاجة هنلاقي لها جذر مصري قديم وله علاقة بالأكل وله علاقة أيضا بالشراب.